صباح الخير او مساء الخير يا برج الجدي. طب يا برج الجدي، خلينا نشوف قراءتك العاطفية. انت في طاقة الجادجمنت والفايف اوف كابس وفور اوف سوردز. ممكن يكون في علاقة انتهت الفترة اللي فاتت دي، وما زالت هذه العلاقة مأثرة عليك، أو كانت منتهية وبعد كده تم الرجوع، مثلا رجعتوا لبعض تاني. خلينا نشوف برضو، كله هيبان من هنا. وممكن تكون في صحوة جواك بدأت، يعني بدأت إن أنت تشعر بيها في هذه العلاقة يعني. وممكن يكون رجوع برضو، لأن أعتقد أنتوا مفارقين بعض بقالكم مدة وبعد كده تم الرجوع مرة تانية. فخلينا نشوف. طيب هنا مشاعر الشريك ايه؟ ده زعلان منك قوي. لا ده انفصال بقى، انتم منفصلين عن بعض وانفصال حقيقي. انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض وانفصلتوا انفصال حقيقي، يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك، او انفصال في محكمة وهو خد الاولاد مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده، طاقتك غريبة شوية برج الجدي. عايز الشخص مشاعره ايه اتجاهك؟ زي ما هنا الشخص ده بيفكر فيك قوي، وانا هخلي دول على جنب كده بس عشان ما يبقوا معايا. بيفكر فيك قوي قوي قوي، وانت شاغل جزء كبير قوي من تفكير هذا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انتوا رجعتوا لبعض، بس هذا الشخص مش عارف. الشخص ده على فكرة غريب شوية. إذا هرمت هنا معناها إنه ممكن يكون بيفكر في مشاعره مش من الناحية العاطفية. ده بيفكر هل أنت بالفعل مثلا بتحبه ولا لأ. هو على فكرة مش متأكد إذا كنت أنت عايزه أصلا ولا لأ. وممكن كمان بيفكر بشكل، هو بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكن مشاعره اصلا وداخل جوازاته قوي، داخل جوازاته قوي، وعمال يفكر هل يستنى ولا يبص لقدام، يعني يديك ظهره بقى ولا يبص لقدام ولا يكمل معاك ولا يديك فرصة تانية. مثلا ممكن تكون انتوا بالفعل رجعتوا تتكلموا بعد زعل مثلا، وانت عرضت عليه مثلا ان احنا طب تعالى مثلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لهذه العلاقة. فهو ان كنت بالفعل رجعتوا لبعض، فما زال هذا الشخص بيفكر تفكير، الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش ايجابي، بيفكر تفكير سلبي فيك. يعني مش سلبي اللي هو بيشتمك في باله، لا، هو الحقيقة في دماغه بيتخانق معاك. شوف بقى المفاجأة، هو في دماغه، داخل دماغه هو بيتخانق معاك. بص، في جوه دماغه في خناقه. مش بقول لك الشخص ده مش سوي نفسيا، مش مريض نفسي، لكن في الحاله دي هو مش سوي نفسيا. بيفكر تفكير سلبي قوي قوي، وشاعر بان العلاقه دي مش هتكمل مثلا. يعني انتوا رجعتوا بالفعل، رجعتوا وكل حاجه تمام واتاسفتوا لبعض وكل حاجه، لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين. انا بحبه ولا بكرهه، عايزه او ولا مش عايزه. عنده كلام كتير هذا الشخص. لا الشخص ده كله عصيان عصيان، مفيش كوبايات خالص خالص. حتى هو ذا هيرميت هنا برضو، بص ماسك عصاية برضو. ده ممكن تكون بتعمل مع حد برج ناري مثلا، او جوزاء ترابي، حمل برضو جوزاء او دلو. بس هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة ليك من الآخر كده، ولا هو أصلا مش متأكد منك. الشخص ده لو كان برج العذراء، فخلي بالك إن برج العذراء شكاك شوية، يعني بيشك في الكلام اللي معاه. يعني أنت مثلا كبرج جدي لو قلت بحبك يبقى بحبك، وحشتني يبقى وحشتني، عايز أرجع يبقى عايز أرجع. إنما هو ممكن يكون هيرجع ليك مرة تانية، هيدخل في العلاقة تاني، ولكن داخليا هو بيبحث عن أجوبة وعنده أسئلة. ذا هيرميت ده شخص، ده كاهن،
بيدخل في الكهف بتاعه ينعزل عن الناس عشان يجاوب على أسئلة جوه دماغه هو، جوه عقله هو. فهو عنده أسئلة كتير قوي هو مش عارف يقولها لك. يعني مثلا عايز يقول لك احنا هنكمل نروح فين مثلا، طب بعد كده ايه اللي هيحصل في العلاقة، طب الخطوة الجاية ايه. بيحب يفكر الأول وبعد كده يشغل قلبه، انما هو مش هيشغل قلبه قبل عقله أبدا، هو مازال عقله عنده أسئلة ملهاش إجابة. فلو الشخص ده بيتعامل معاك بمعاملة جافة شوية يبقى هو لسه ما لقاش الأجوبة اللي هو في دماغه. بس أنا مش عارفة هو مشاعره إيه بالظبط ليك. هو بيفكر فيك، بس بيفكر فيك مش تفكير حب، مش اشتياق، لا التفكير اللي هو العلاقة دي رايحة فين، طب وبعد ما نرجع، طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا لأ، طب لما أحب أمشي من العلاقة همشي أروح فين. دي مشاعره دلوقتي. ممكن كمان ديرمت كمان مش معناه ان هو مشغل مشاعره اصلا، ده معناه ان هو مشغل عقله بس، بيفكر بس هيروح فين بعد كده. الزر ان انت قاعده في الشقه ولا ايه، هو خايف يطرد منها. طيب هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا. اعتقد يا برج الجدي الشخص ده على فكرة، أنا مش عارفة هي جات لي كده مرة واحدة لما من الكروت كده، بس ببص لها كده. الشخص ده ممكن يكون أقل منك ماديا، لو بنت مثلا، لو أنت راجل البنت دي أقل منك ماديا وأنت أعجبت بيها ودخلتوا مع بعض علاقة، وبعدين هي مثلا مشيت من هذه العلاقة لأنها حاسة بأن هي مش هتقدر تكمل معاك. مثلا أنت شخص غني قوي او عندك عيله كبيره مثلا، وهي مثلا عيلتها متوسطه او عيله ما فيهاش ناس عظماء مثلا او حاجه، او مش عظماء، ما بلاش نقول الجمله دي، خلينا نقول مثلا ان هي بتفكر تفكير تحت رجليها كده زي ما بيقولوا، يعني ما بتبصش لقدام، هي بتبص طب انا دلوقتي لو اهله مثلا ممكن ما يوافقوش عليا، اصلا انا مش مثلا مش بنت ناس قوي، مش عارفه ايه. ممكن او انت معجبه بواحد تفكيره مادي شوية، ممكن يكون مش معاه فلوس وانت مستقرة ماديا جدا، انت شخصية معاكي فلوس ومستقرة، وبنت رجل مثلا بيملك شركات او رجل اعمال، او انت متعلمة وهو لا، حاجة كده، لان دول مع بعض يحيلي بكده، لانه بيفكر جامد قوي. شخص بيفكر جامد قوي، بيفكر في العلاقة ككل. وهو شايفك ازاي؟ شايفك الكينج اوف بانتكلز، شايفك شخص متمكن وجاد ومستقل ماديا وعاطفيا وكل حاجة، كل حاجة. طب هو زعلان منك؟ زعلان منك ليه؟ هو ممكن يكون زعلان منك لأنك بتحكم عليه بسرعة أو مش فاهمه. بتحكم عليه بسرعة قوي قوي، بتقطع مرة واحدة هذه العلاقة. انت مش فاهمه على فكرة يا برج الجدي، مش فاهم هذا الشخص خالص، وانا انا هحاول ان انا اوصل الشخص ده بيفكر ازاي. هو مبدئيا الشخص ده لو هو بيخرج من العلاقة مرة واحدة وما بيرضاش يرجع يكلمك مرة تاني مثلا، او انت مثلا بتروح تصالحه وتقول انت بتعمل كده ليه، انت بتقطع معايا ليه، انا ما متركش حاجة. يعني مثلا تكونوا خارجين في مكان مثلا وراجعين مبسوطين جدا، وتروح مكلمه ما يردش، يقفل تليفونه، او مثلا تلاقيه اتغير معاك مرة واحدة، تقعد تسأل. فانت طبعا بيجي لك، طبعا اي شخص عموما مش انت بس، اي حد هيلاقي التصرفات دي تروح قاطع معاه بقى، خلاص انت شخص كذاب، انت ما بتحبنيش، انت بتستغلني مثلا عشان انا معايا فلوس او عشان كذا، او انت رضيتي تدخلي في هذه العلاقه وعشان انا مثلا شكلي حلو او حاجه ده. لكن هذا الشخص على فكره خلي بالك، الشخص ده عنده يأس، الشخص ده عنده يأس، عنده يأس منك مش منك انت. لازم افهم مين الشخص ده، ماله. لازم افهم، حسيت ان انا في فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معاك كده ليه؟ هو بيعمل تصرفات غريبة، فهو بيعمل تصرفات دي ليه؟ التين اوف بانتكلز على فكرة الشخص ده بيحبك قوي، بص يا برج الجدي، هذا الشخص يا اما شايفك زي ما قلت لك حد اعلى منه مش هيقدر انه يخش معاه في علاقة،
يا اما شافك شخص سوي قوي نفسيا، سوي نفسيا، وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي، حاجة من الاتنين، لانه شايفك مستقر، مستقر جدا، وعارف انت عايز ايه. يعني انت داخل العلاقة مساء الخير انا عايز احب، هو بداخل يقول مساء الخير انا عايز اجرب، ده الفرق. فلو هذا الشخص بيعمل معاك حركات اوف اون، فهو مش مستقر نفسيا، مش سوي نفسيا بقى، لا مش مستقر نفسيا، ممكن يكون خارج من تجربة سابقة مأثرة على نفسيته جدا، فمش عارف انه يدخل او يدخل معاك هذه العلاقة. وطبعا انت مش فاهمه فبتحكم عليه احكام غلط. هو شاعر باتجاهك بمشاعر، بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي، مش قادر. او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي، لانه من جواه، بص الفايف اوف وات، من جواه هو متلخبط، مش عارف هو بيحبك ولا بيكرهك. وممكن يكون الشخص ده، انا ممكن يكون هذا الشخص مرتبط او في علاقة تانية، علاقة ثلاثية.